المفروض هذول اول ناس ينذبون بلجنه ابو رغيف. لا ما لجنه ابو رغيف ما مو هذا الهدف منها. لا شنو هدف الهدف يعني حقيقه انا لما قلت ابو طبر انا اعني ما اقول يعني في هذه المساله. فايتهم خمسه صار ال 105 خليه ال 105 بس خلي اعطيك قضيه. فلما صار التصويت نعم ثمان وزراء معه وعشرة ضد وهو صوته مع الثمانية اي فتسعة صاروا شو يسوي؟ دفع على الوزراء اجى للوزيرة يهددها بأبو رغيف وأنا أكد هذا الشيء وعندي شهود عليه يهددها شو يسوي؟ يهددها بأبو رغيف هنا تدري يعني حقيقة أكو إرهاب في قضية أبو رغيف. أبو رغيف تعذيب اجراءات يعني تقريبا تصفية الخصوم او لاي شخص المنافسين للتجار القريبين من السيد رئيس الوزراء. فهنا هسه بتقول الوزيرة هسه انا اعرفها بس خب شو اسمها هسه طلعت صارت نائبة هي ابلغتكم هذا الكلام؟ نعم يعني حقيقة انا ما سمعت هذا الكلام. يهددون وزيرة بلجنة ابو رغيف؟ نعم. اللي هي لجنة لمكافحة الفساد يطلب من وزيرة لا تريد مخالفة القانون التوقيع على قرار يخالف القانون. توقع وصاروا 10 ضد 9 لصالح القانون اللي ألغي.